وإعلان عما نراد به باستقرار، وهو أن الإسلام دين السماحة ودين الاعتدال ودين الحب والاحترام ودين الإنسانية. من خلال هذا المهرجان والسنة دي له يعني شكل خاص. أولا بيشارك طبعا قطاعات وزارة الثقافة والشريك الأساسي معايا هي هو قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ثاني الدكتور خادم. الحقيقة هذه الدورة 10 سنوات على تأسيسي لهذا المهرجان رحلة حقيقة ممتعة وجميلة جدا، ولكنها في نفس الوقت كانت شقة وممتعة في نفس اللحظة. احنا الحقيقة المهرجان مش 10 سنين، انا بدأت فيه من 30 أو 35 سنة، ولكن التنفيذ الفعلي بدأ 2007. وأزنتوا سيدكم شفتوا الفيلم التسجيلي من خلال قبة الغوري، بدأت فعلا هذه المراحل. أنا طبعا عاوز أقول مش هكرر اللي أنا قلته في الفيلم التسجيلي، ولكن عاوز أقول حاجة مهمة خاصة إن هذا المهرجان فعلا الذي يحتضنه ويرعاه دائما هو وزارة الثقافة. إصدار المؤتمر، ولكن أيضا وده هنعمله تقييم كل عام، ومن خلال المجلس إن شاء الله هيبقى هناك ندوة رئيسية وأساسية عن حوار أو مهرجان سماع وحوار ثقافات، وده